الحكومة. دكتورة اليوم اخترنا باش نحكيه على الطفل العنيد والعصبي، العناد عند الصغار والأولياء الكل يقاسيوا منه العناد هذا. أنا سؤالي الأول، شو الفرق بين طفل عنيد وطفل عصبي؟ شو الفرق بيناتهم؟ هو باش نحطوا الامور في اطارها لازمنا ساعه نفرقوا بين العناد العاجي والعناد اللي نجم يدخل في اطار الاضطرابات به. العناد العاجي هو عناد نشوفوه مرحله يمروا بها الاطفال بين عمر نتاع عامين واربع سنين، وهي مرحله تعتبر عاديه في النمو النفسي نتاعهم. في الفتره هذيك بين عامين واربع سنين الصغير يتعلم يقول لا ويحب يفرض شخصيته. هي صحيح فتره صعيبه للاولياء لكنها فتره مهمه للطفل، وبالعكس هي لازمة وأساسية باش الصغير تحلوا باب أنه يوصل للأوتونومي والاستقلالية ذاتية نتاعو. إذا كان تواصل العناد بعد المرحلة العمرية هذيك يعني بعد أربعة خمسة سنوات، وإذا كان ولا الحدة نتاعو ماشية وتزيد لهنا ندخلوا أكثر في الاضطرابات، وبالأساس الاضطراب التحدي والاعتراض اللي هو لدخوب الأوبوزيسيونيل افيك بروفوكاسيون. هي اضطراب يولي الصغير فيه يتحدى كل الضوابط والقواعد ويحاول باش يتمرد على كل حدود اللي يحطوهم له لزاجولت اللي دايرين به، مش فقط الولي، حتى خارج الدار الإطار التربوي ولا مربي والانتوراج نتاعو. وعادة لاحظوا اللي صغير هذا يكون صغير متشنج عصبي، عنده صعوبة باش انه يسيطر على الانفعالات نتاعو. داكوغ، دونك فما العناد العادي بين العامين واربع سنين، فما العناد اللي يكون مصاحب بك العصبية المفرطة عند الطفل اللي تخليه ما ينجمش يسيطر على انفعالاته، اللي نشوفوها الأكثر في الاضطراب التحدي والاعتراض. الاضطراب هذي معناها من العمر أربع سنين كيف الصغير يولي يقول لا على كل شيء، واللي مش لا فقط معناها بالكلام، أما لا حتى وهو متشنج وعصبي، وقتها رو عنا مشكلة، وقتها عنا مشكلة، فمشكلة متى اضطرابات به. أنا مش خليهم يسألوك الجماعة في البلاتو مقبل عنا شوية سؤالات تقولي صحيح ولا غلط. دكتورة هذية المعروف برشا عند الناس يقولك كل ما تقول ليه للصغير يزيد يحب على الحاجة هذيك ويحب يعملها. هو كل ما تفسر له، خاطر احنا دايوغ ننصحوا الاولياء كي تقول ليه ساعات على حاجات ما لازمكش تقعد تفسر وتبرر برشا، خاطر كي تعطيه برشا تبرير عباره انت تبرر في حاجه غلطه. لازم تقول له ليه ويكونوا لي ليميت فيرم اكلير، معناها ما تفسرش واضحه، ما تفسرش برشا وقت الصغير. واضح، هذه ما كنتش نعرفها بي. اما انا بطبيعتي نقول ليه من غير ما افسر، في باليش ليه حاجه به. الدلال سبب من اسباب العناد، المانك دو ديسيبلين اسونسيلمون، وقت اللي انا ما نحطش الحدود الواضحه لصغيري، وقت اللي انا نكون زادا مضطرب في قراراتي، مره نقول له اي ومره نقول له لا على نفس الحاجه، ولا مثلا البو يقول لا والام تقول اي، ولا العكس بالعكس. زادا هذه من بين الاشياء اللي تخلي الصغير يولي عنده عناد. فوالا، والدلال يخلف لها الدلال ما قلنا عسلامة كابتن، قلت تو دلال. كل ما يكون عندك صغار اخرين كل ما يكون عندك صغار اخرين الطفل ينقص من العناد ويتبع اسلوب التربيه نتاع اخواته. صحيح، خاطر الصغار يتبعوا برشا بعضهم ويقلدوا برشا بعضهم، قد ما يبداوا فما صغار ويكون سلوكهم معتدل خواتهم باش يتبعوا. ديما خير. العناد وراثي ولا لا؟ فيه جانب اللي في بعض الاحيان اللي هو سورتو مربوط بالشخصيه نتاع الطفل، ينجم يكون فيه جانب وراثي. ينجم يكون وراثي. البكاء والاصرار على بلوغ اللي حاجته به نوع من الذكاء عند الصغير. هو الصغير يجرب عديد الوسائل، اذا كان جرب الوسيله هذيك مره واثنين ولقاها مشات، هو اكيد باش انه يستعملها كوسيله باش يضغط بها على الولي وياخذ اللي حاجته به. طريقة الكلام الحلو برشا كيف نبوسوا ياسر صغارنا نعنقوهم وغيره، وقتها يولي الصغير يعنيد أكثر معنا. هو أي حاجة فيها إفراط راهي ماهوش باهية وما ننصحوش بها، لازم يكون السلوك نتاعنا معتدل، نحطوا ضوابط واضحة وأوميم طون زادا نوريوه علامات المحبة والإحترام والحنان اللي هو حاجته به. واضحين سؤالتي وفات، تفضلوا يا جماعة. دكتور تفضل كابتن. كابتن عنده ما يسأل كل شيء، قلت كل شيء ولا بالحق شفت كيفاش. لا اما شو ما بين صحه الراس ولا كالبكية وكالدنيا، فما علاقه بالتوحد؟
هو فما الاضطرابات من اللي قلنا عليهم اللي يدخلوا الاضطرابات العصبية النمائية. عادة الأطفال اللي عندهم اضطرابات عصبية نمائية يعملوا أكثر دي كومبورتمون دوبوزيسيون. هو بالأساس نربطوه أكثر يمكن باضطراب نقص الانتباه والتركيز مع أفراط الحركة. الصغار اللي عندهم عن تخوب الديفيسي دو لاتنسيون هيبر اكتيفيتي هما عرضة أكثر باش أنهم يعملوا اضطراب التحدي والاعتراض. واضح بي الميكرو هذا كابتن توام. لا لا هذا ما والله ما نسمع. دكتورة ترى دكتورة معناها يلزم يمشي للطبيب النفساني هو صحيح وإلا عائلته أبوه يرجعوه بشوية بشوية على كل حدة اللي فيه. هو إذا كانت وصلت بعد العمر متاع 5 سنين والحدة ماشية وتزيد وساعات العائلة هي بيدها تولي ديباسي ما عادش نجمو قادرين من المستحسن أنه يتم معناها يفو كونسولتي باش يتم التشخيص الدقيق خاطر فما برشا أسباب تنجم توقفوا راس السلوك هذا.